اهتفت مجلة سيدتي من خلال جائزتها للتميز والإبداع بنخبة من سيدات المجتمع السعودي التي تميزن في عدة مجالات شكلت فروع الجائزة، من بينها الرياضة والإدارة والتعليم، بالإضافة إلى الطب والعلم والفن والثقافة والاقتصاد، بينما لم يغفل تميز المرأة في العمل الإنساني وتحدي الإعاقة. احنا طرحنا هذه المبادرة في 2015 في الرياض وكرمنا السيدات السعوديات، وهذه السنة هنا في جدة، وهذه نعتبرها أقل تقدير وأقل كلمة شكر وعرفان للمرأة السعودية التي أصبحت شيء يفتخر فيه وتحقق إنجازات ليس على المستوى المحلي، حتى على المستوى الدولي أصبحت إنجازاتها ملموسة. فإحنا من مبادرتنا نقول لهم شكرا، وهذا أقل تقدير لهم. أعتقد هي مبادرة جميلة، وأنا متأكد أنه في السنوات المقبلة سوف تتطور هذه المبادرة وتصبح إلى منتدى وإلى يعني تفاعل ممكن يعني يهم المجتمع السعودي. أنا جدا ممتنة وفخورة أني كنت واحدة من السيدات الممثلات المملكة العربية السعودية في هذه الجائزة. إحنا بداية مجرد رموز نمثل المجالات اللي إحنا فيها، وأتمنى إحنا نكون فتحنا نافذة أو أبواب حتى لمثيلاتنا من الجيل القادم. في الدورة الثالثة من الجائزة التي أطلقتها مجلة سيدتي في العام 2015 كان سجل الحفاوة بالغ الأهمية، ويضيف إلى إنجاز سيدتي فصلا جديدا من مواكبتها السريعة للمتغيرات التي تمهد الطريق للمرأة السعودية في كل الاتجاهات. جائزة سيدتي اسم على مسمى، هي جائزة للسيدة العربية السعودية الخليجية القادرة على صنع فرق وصناعة التغيير، وهذا ما نصبو إليه. والجائزة إن شاء الله بإذن الله تعالى حتاخذ السيدات إلى أفاق عالية بإذن الله. يعني يكفي التكريم، مش شرطنا الجوائز أكثر من يعني الآن إحنا نتكلم اليوم على تكريم فتيات وأنهم سباقين في أشياء في المجتمع. فأعتقد اللفتة هذه الوحدة هي استمرار لتميز سيدتي. أعتقد الحراك اللي حاصل، حراك اقتصادي، حراك ثقافي، حراك اجتماعي بالذات للمرأة، فمن ناحيتي أنا جدا سعيدة أني أشهد هذا اليوم. هذا النجاح وهذا التميز أكيد يعني ما جاء إلا نتاج جهد وإبداع وفكر، وأكيد يعني ده اهتمام كبير جدا من سيدتي لسيدات الوطن. الحفل الذي شهد مراسم تكريم 12 سيدة كان عبارة عن ليلة استثنائية بكل المقاييس، بعد أن خطى النجاح خطوات عديدة نحو مسرح التكريم يحمل قبل توقيع المرأة السعودية قدرتها الحقيقية نحو تعزيز الوجود الإبداعي والمتميز في شتى المجالات. لبرنامج سيدتي، صبري باجسير، جدة.